السلام عليكم، بارك الله فيك يا عبد السلام الملك. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامة حضرتك شيخنا الحبيب، الله يسلمك، الله الله يسلمك يمدك بالصحة والعافية. يا رب وإياكم، تفضل. أنا كنت بصلي الناس في أحد الصلوات، صلاة عصر أو ظهر، يعني صلاة معينة، أيوه. فجيت في ركعة من الركعات الثالثة أو الثانية، الثالثة بعد ما، لا يا ربي، الرابعة، بعد ما طلعت من السجدة وطلعت، فأنا نسيت إن أنا بقرأ الفاتحة، أو حصل لي شروط كده، وأنا في وضع القيام قلت التشهد مرة ثانية، التشهد تحية لله والصلاة الطيبات، وبعدين تذكرت في لحظة كده، ثم قرأت الفاتحة وأنا أصلي بالناس في صلاة سرية، فهل هذا يبطل الصلاة؟ يعني أنت كتلخيص لسؤالك، قرأت التشهد في الركعة الأخيرة بدلا من الفاتحة، واستدركت وبدأت قراءة الفاتحة قبل أن تركع، نسيانا وليس خلطا. صلاتك صحيحة. جزاكم الله كل خير. وياك، مع السلامة.